مساء الخير. مبارك لخو فرجة المركز الأول بلا نقاش، صدر وراس وتعدى الخط قبل زميله. حكام دوليين، حكام دوليين يرسلوا لي الحين. ايه ما هو واحد، عدة حكام. ايه يقول خفالجة داخل صدره وراسه ويده كله بلخ، هم كلهم جو سوا لكن فرقناهم حنا عاد. لو يقول صدره خفالجة وما فوق داخل نلخط ومنتهي فايز. تسلم تسلم ابو عبد الله. الله، متى يبدا توزيع الجوائز؟ الحين شوينا بعد الاسماء نوزع الجوائز الحين. الله، والكل منهم فايز وكلهم راح يحصلون على جوائز. تسلم تسلم ويسلمون جميع الداعمين. فايز فايز بالعلوم والادب والعلوم الزين قبل المسابقه كلهم راح يحصلون على جوائز. والف مبروك اخو فلجة. الله يبارك ايامك. لون ان الجوائز 9 جوالات يا ابو عبد الله. الكل راح يحصل جوائز، حتى المتسابقين جوالات وهدايا كلها وفلوس من المتابعين. الله يبيض وجيههم. وابو عبد الله كلهم راح والدعم الكبير كلهم، حتى متسابقين الصغار. تسلم ابو عبد الله. هذه الركان. تسلم تسلم. الفائز بقلوب الجميع. تسلم الله عليك. الف الف شكر. الف شكر ابو عبد الله. يرزقك بره يا رب يا كريم. امين. جزاك الله خير. شلونك؟ طيب الله شلونك؟ عسكريم عيدير فجير. هذا من هو؟ يا ولد وقعنا على الشيبان والله العظيم. ودورك وتشوفك يا حي. شلونك يا حي؟ والله ما اعرف الرجال. يا هلا يا ولد. حنا يا الحال. يا مرحبا. يا هلا شلونك عليك؟ ان شاء الله صحتك. الفايز بالمركز الأول، طبعا كلهم هم الأول بإذن الله، لكن قالوا لا نبي يصير في هناك مركز أول وثاني بعد التحكيم ولجنة التقييم وخبراء جونا بالخاص. قالوا المركز الأول أخو فلجة. ألف ألف على دالة. عاش هذه جائزة أخو فلجة وتستاهل. كلكم فايزين، الكل من فايز، كل بيستلم جائزة. المركز الثاني وهو الأول مكرر، بس قالوا نظام المسابقة لازم أول وثاني، ولا هو وداله مع بعض كلهم أوائل. كفو كفو. يستلم الجائزة نفس جائزة داله لأنه هو الأول. كفو كفو. استاهل. أخوكم حمد البدر المركز الثالث. كفو استاهل استاهل. الشوط الثاني الفئة العمرية الأصغر، الأول فرحان منيف. ألف مبروك. عاش عاش فرحان. كفو والله. هو بعد جوال بعد ما شاء الله. المركز الثاني فرحان العلي. ألف مبروك. ما شاء الله. عبد الرحمن. صفقوا لهم انتم. المركز الثالث من الشوط الثاني خالد البدر. ألف مبروك. عاش عاش. مخلد هذا الرابع. ايه كفو والله. كفو مخلد. كفو عز الله سموك. لو تشد شوي. مركز وهو أخس مركز، المركز الأخير أبو حواس. ألف 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 مبروك. خذ مكيف برد على ابن بكراهي. خذ موز. يا الله رح بس توي وصلت. والله توي وصلت. لا بديش عامل جد حاي. احمد ربك. شوف عشان يصير سريع. شوف. احمد ربك. المركز الاخير احسن مركز. مركز. اصايل دايم تبقى بالاخير. بس تدري عاد احسنهم جايزه؟ لانه وقت حر حنا. خلنا تنفعهم جوال. كيف زهراوي ابو حواس.
معه موزه ابي دهون ابي دهون يا رجلي ترش بعد هالوقت. طيب والفايزين مركز الاول بشد الحبل عبيد الله حضيري وسلطان زاهي. كفو كفو عاشر. الف الف مبروك. جوال على كيف كيفك تلعب بنت خذ راحتك. يا اهالي نحن مين لك الدرع يسوي بسيط وكلكم وتكريمكم حد ذاته انتم بس استدعاكم لي انكم اتشرف بالمسابقه هذه حد ذاته تكريم الله يجزاكم خير هذا من طيبكم يستاهل الف شكر انت مجرد ما قلتوا هذه المسابقه باسم مشعل هذا يعتبر تكريم لي وشرف يعلم الله كلكم حضوركم الله شرف ما قصرتوا بيض الله وجيلكم الله يسعدكم على طاعته يا رب يا كريم الله يسعدكم ابو حواس الله يرحم والديك الله يحييكم الجميع الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير هذا شيء بسيط من اهالي نقده وانا اللي قدمته شيء بسيط واعذروني والله والله ما قصرت وادري ما حد مع المقام حاجه ثانيه كله تنافس وناس المتابعين وين وكله وانا هذا الاخ ماجد وداله الاول كلكم اثنين اول كلهم اول كلكم اول لازم يفرق واحد اي بس قالوا عيال لازم يفرق واحد جايزكم واحده الله يجزاكم خير هلا وين مسره اي والله سلم لي على ركان يا بلغ يا بلغ ابد لازم نشوفه ابد ابد ان شاء الله ان شاء الله يقوي والله على ورانا الشباب هم سواقين مو انا بنام بالحوم اكرمكم الله حياك الله بإذن الله أنا بحب رصي متى ما تهيالك هم مروح خلصنا بهالدوشة الله ينور عليهم أي هي الله يفرح منورين بليها هالنور ما شاء الله عليكم الله يسر عليكم ما فرحت هالله يجزاك أي والله سؤاله شيء عظيم وأنا عاني منه الله يبيض وجهك والناس كلها انت وش معجلك انت؟ هل معجلك وش؟ طيب اه معجلك لا لانك تضيع والله يا مشوي قروا علي الناس اللي ضاعوا وماتوا يا ابو حسين يا ابو حسين تكفى انت اي والله اه يا الامير ما تبي تقعد عندنا بهذا؟ انت مقعد هنا وين؟ احنا قاعدين مره نبيك تقعد عندنا الله يسهل دربك ان شاء الله الله يسهل دربكم الله يعافيك الله يسهل دربكم الجميع ويبارك لك هالبال الحلو كل شيء مر اللي يقول قال مو هو غريب الطيب من منبع الطيب تسلم